صباح الخير عليكم كاملين يا أهل الريحيين والسنديين. هذه هي الريحيين، سنين ما جيت لها اليوم ندفن واحد السيد من العائلة الله يرحمه ويوسع عليه. هذه هي الريحيين، أحسن مكان كنت كنجي ندوز فيه لي فاكونس ديولي. هذه هي الريحيين، مدشر الريحيين، نواحي العرائش، قريب الخميس الساحل، قريب القريم دا. هذه هي الريحيين، الريحيين بلاد الوالدة، قرية زوينة ولافة، ديما كنت كنجي ندوز فيها لي فاكونس ديالي، عندي ذكريات فيها زوينة مع العائلة. سبحان الله، هاد الشجرة في الروضة ديال الريحيين، شوفوا كي عاملة، سبحان الله، شو كي عاملة، شوف كيفاش مفرعة، سبحان الله، الله يرحمكم ويرحم جميع الأموات، الله يرحمكم ويرحم جميع الأموات، شو هاد الشجرة تاهي كي عاملة، الله يرحمكم. هذا القبر ديال با سيدي، الوالد ديال الوالدة ديالتي الله يرحمه، الربيع احمد، الله يرحمك ابو سيدي، شحال ما جيت لهنا، الله يرحمك. انا صورت لكم بعض البلايص اللي مهمين ومعروفين في الريحيين، حدا الروضه ولوطا، بزاف ديال البلايص اللي عندي فيهم ذكريات. هذه الساحه فين كانوا كيديروا كيتحيروا وكيديروا العماره، لوطا ديالها. ودوزوا بخير، احنا راجعين بحالنا، الله يرحمك السعيد، الله يرحمك.